معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ عاطف الأحمدي، إعلامي سعودي. عايزين نسأله في أكتر من موضوع يخص لاعبين مصريين وعروض سعودية ليهم. أستاذ مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أستاذ كريم إزيك؟ أهلا بحضرتك. تحية لجميع المشاهدين الكرام. مشرفنا يا أستاذ عاطف. سؤالي الأول لحضرتك، سمعنا وترددت أنباء كثيرة في الأيام القليلة الماضية عن عرض رسمي من نادي الشباب أرسل إلى نادي الزمالك لضم أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، هل هذا الحديث صحيح؟ هو التجديد لعملية المفاوضات. خلينا نتكلم بس من بداية الأمر عشان تكون الأمور واضحة للشارع الرياضي بشكل عام. طبعا الإدارة الحالية لنادي الشباب استلمت المهام الموكلة لها لقيادة الدفة الإدارية في نادي الشباب بعد نهاية الفترة الصيفية، يعني كانت في إدارة سابقة، الإدارة السابقة هذه مشيت وجاءت الإدارة الحالية. طبعا الإدارة الحالية عندها طموحات مختلفة تماما، يمكن ما كان عندها قناعة كثيرة بالعناصر اللي موجودة أو ببعض العناصر اللي موجودة. يمكن عرض زيزو كان موجود في الفترة الصيفية، لكن في ذيك الفترة ما كان، يعني يمكن نادي الزمالك ما كان، كان في مشاكل على مستوى الإدارة وما لقي الاهتمام التام في عملية المفاوضات أو حتى على مستوى المبالغ. فجددت الإدارة الشبابية رغبتها في ضم لاعب بقيمة الكابتن زيزو لفريق الشباب الذي يحتاج بأمان على مستوى التركيبة الفنية، ويحتاج لاعب بقيمة هذا اللاعب في حال أنه كسب تعاقد مع هذا اللاعب. أعتقد أنه حيفرق فنيا وحيكون له تأثير كبير على مستوى نادي الشباب، لأن الشباب عنده طموح هذا الموسم، وخصوصا أنه وضعه الآن في ترتيب الدوري مو الوضع الذي يليق بنادي الشباب. فعملية التكوين اللي حتتم في الفترة الشتوية هي الهدف الرئيسي لإدارة الشباب حتى تعدل من وضع الفريق اللي موجود الحالي على مستوى سلم الترتيب. عظيم جدا، ده بالنسبة لزيزو. النهارده كمان الإعلام السعودي أو الصحف السعودية تحدثت عن عرض من نادي ضمك السعودي لحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي. والله شوف، محمد الشناوي يمكن من الحراس القلائل على مستوى الوطن العربي اللي امتاز بمهارة يعني جدا مميزة. يمكن شفنا حتى عطاه على مستوى كأس العالم للأندية، بأمانة جدا جدا عطاء. يمكن محمد الشناوي فترة سابقة كان عنده في رغبة عند كثير من بعض الأندية السعودية في ضم هذا اللاعب. يمكن الأبرز كان واضح انه نادي النصر قبل التعاقد مع الحارس أسبينيا اللي أصيب. تجددت هذه المفاوضات بعد إصابة أسبينيا. يمكن المدرب الحالي للنصر ارتاع انه يكمل او ينهي الفترة الصيفية بتواجد الحارس المحلي نواف العقيدي، وبعد كل البعد عن التعاقد مع حارس اجنبي بسبب يمكن عودة أسبينيا يمكن في الفترة الشتوية. اعتقد انه نادي ضمك قد يفكر في عملية التعاقد مع الحارس الكبير كابتن محمد شناوي. وايضا من الاخبار اللي عندي، ما ادري اذا كانت موجوده عندكم او غير موجوده، ايضا في انباء عن مفاوضات نادي سعودي مع الكابتن محمد عواد حارس نادي الزمالك. في مفاوضات مع نادي ايضا من الانديه اللي تنشط في دوري روشن للمحترفين. ده نادي نادي نادي, نادي نادي الاتفاق. لا، مو نادي الاتفاق. نادي معروف. نادي الحزم. نادي الايه؟ نادي الحزم. نادي الحزم. من الانديه اللي ابدت اهتمامها بالكابتن محمد عواد. وهل تواصلوا مع نادي الزمالك ولا لسه ما فيش تواصل؟ لسه هم دحين عندهم اكثر من ملف، لكن كان في اهتمام تام بالكابتن محمد عواد، وخصوصا الكابتن محمد عواد اعتقد انه حيخش الفتره الحره في شهر يناير. فعندهم كل التفاصيل. اغلب الانديه اللي عندنا اخوي كريم عشان تكون الامور واضحه، احنا عندنا في نظام التعاقدات لابد من عمليه الحصول على ما يسمى بالكفاءه الماليه. فكثير من الانديه عندنا مؤجل عمليه التفاوض حتى الحصول على الكفاءه الماليه التي تسمح للنادي من عمليه التعاقد. اي نادي ما حيحصل على الكفاءه الماليه ما حيقدر يتم اي عمليه مفاوضات او اي تعاقد. فكثير من الانديه تقول لك لا، انا خليني اخذ اول شيء الكفاءه الماليه،
اطمن اني انا قادر اوفي جميع الاشتراطات الخاصه بالكفاءه الماليه، بعد كذا ابدا بعمليه التفاوض، لانه تعرف المفاوضات يحتاج لعمليه حسم على طول. عظيم عظيم. استاذ عاطف الاحمدي الاعلامي السعودي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذه التوضيحات، بشكرك شكرا جزيلا.